السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. رمضان خلاص قرب يخلص وربنا يتقبل منا كلنا يا رب، وخلاص العيد داخل، كل سنة وانتم طيبين. فاكر ان احنا طلعنا الاسبوع الثاني من رمضان لايف على الصفحة بتاعي بالظبط، سأل أسئلة دينية وقعدنا ندردش كده شوية في الدين، وكانت يعني حقيقي كانت قعدة حسستنا برمضان، الناس كلها كانت مبسوطة. مضغوط قوي الفترة اللي فاتت، فبعتذر على تأخير في تسليم البورتريه أو الأوردر بتاعكم. الأسبوع ده إن شاء الله هنعمل لايف تاني، الأسبوع الأخير من رمضان إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل بعد ما نصلي العشاء هيتعمل لايف برضه على الصفحة بتاعت بازار إسلام خلف، هتلاقوا اللينك بتاعها في الوصف. إن شاء الله هعمل حاجة هتعجبكم جدا، اعملوا شير كتير جدا أول ما تفتح اللايف علشان يكون في عدد، تكون المنافسة جامدة. هيبقى فيه هدايا ادوات رسم للكبار وللاطفال، طبعا اللي عنده طفل او اخته او كده لو كسب ممكن مثلا علبه ادويه تديها لها او كده، يعني ما تطمنش بيها. المهم ان شاء الله ربنا يقدرني كده واكون سبب لفرحه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ورمضان دايما كريم علينا يا رب، وان شاء الله مستنيينكم رمضان اللي جاي. مش هطول عليكم، والسلام عليكم.